أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربي بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا. ديو هتشي في قبل المرايا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تطيء الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله وبارك الله في جلدك. أقول بطيق الشهيد حسين دوئي تقلي بارد الأنجون. السلام عليكم. أخصوص لون مرايا وقال أخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بيجي مرسلو يخشي مرسلو مرايا الذين آتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته.
بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. السلام عليكم. الله أحسن الجزاء وبارك الله فيك. তারপরের প্রতিযোগী পারভেজ আঞ্জুম হয়ে থাকবে আক্তার হোসেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। প্রথম প্রশ্ন 134 নম্বর আয়াত وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ياسين نمبر آية أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.